تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. السلام عليكم، سعيد تشكلاوة وتيل تشيرا الجهادية بالفل الكلاوة، وتشكر تحقيق 24 اللي دارت معنا واحد الحوار جات عندنا باش نعطيو الحقيقة ديالنا ونبينو الصورة ديالنا، بينا راه مقهورين بزاف فهاد الشيء اللي تنشوفوه في الساحة التشيرا الجهادية. من ناحية تنهضرو نهضر على الفل، على الموسيقى اللي هما السهرات اللي تيكونوا في العيد كلهم، وهاد السهرات هادو حنا تنكونوا الاستغلاليه في الوقت اللي تعيطوا لينا باش نخدموا في المهرجان، نخدموا فابور منهم المعلميه اللي كاينين في التشيرا. الحمد لله التشيرا معروفه بالفن ومعروفه ب ب ب بجميع اللوحات الفنيه في التشيرا الجهاديه. راه على فاش طلعوا الروايس وطلعوا كلاوه وطلعوا الفيزيون وطلع جميع الموسيقى اللي هي التشيرا، راه الحمد لله معروفه. انا غنهضر على التشيرا اللي هاد الناس هادو محقورين اللي ما تيعيطوش لهم في المهرجانات، وتيعيطوا الناس اخرين اللي ما تيعيطوش لنا هذوك الناس اللي في بعد اللي تيعيطوا بالصوارة من كازا من الرباط. انا ما تنحسدهم، الله يسهل عليهم، كل واحد يخدم على رزقه، ولكن حنا راه ضروري تيعيطوا لنا الوقت اللي بغاو نخدموا فابور. اش اخويا فهمتي، طلع للسهره ولا يعطيك واحد 1000 درهم والاخرين يعطيهم 7 مليون 13 مليون 14 مليون، شنو كيعطي هذا؟ شنو تيلوح من السما؟ تيلوح للجوب ولا تيلوح؟ نهضرو في الواقع، الفن راه في الموسيقى، موسيقى. السلام عليكم، ها حنا تنهتموا على واحد الموسيقى اللي هي سبيريت، موسيقى سبيريت فهمتي. الموسيقى راه عندي جمهور ديالي الحمد لله، وكان واحد الفن، واحد الفن حتى هو معروف سميتو بارك سكيوي باركني، اللي معروف حتى هو بتكراوي ديالو، عندي الستي ديالو، عندي الهبل ديالو، عندي الروحانيات ديالو، عندي كل واحد على حسب هذاك الشيء اللي عطاه الله، البركه اللي في يده، ماشي نجيو كل واحد الحقد بعضيات. لا لا، هذاك ماشي معلم، لا هذاك المعلم، كان المعلم تنعرفوا هو ميكانيسيان وبلومبي فهمتي، هذو اللي تنعرفوا المعلميه. يبقى حنا هادشي تيتسمى فن، موهبه، فن، عندك الفن ديالك. وكان واحد المعلم حتى هو اللي يبارى معروف، يبارى حتى هو معروف بالفن التكناوي ديالو، الحمد لله اللهم بارك. راه كاينين الناس تيضربوا 40 عام في التكناوي، ترى واحد فهمتي جهار غدا ولا بعد غدا عنده الموهبه، عطاه ربي هذاك البركه، كل واحد والفن ديالو. وكاينين بزاف كما تنشوف في الجروبات اللي كاينين ديال لي كبار، وكاينين الجروبات ديال خالد اش تيقولوا لهم خالد الى قال، وكاين الحمد لله كيدار، كاينين بزاف الجروبات، كاينين بزاف الجروبات في التشيرا الحمد لله، وكاينين الروايس، وكاينين احنا اللي كاينين في التشيرا راه كافيين، الله يجعل البركه. ولا بغيت تجيبوا جيبوا، ولكن انا ما غنشيش فهمتي، وما غنجيش انا نهضر على واحد تقولوا الاستغلاليين. شوفني انا تقول هذا راه بين حبق، كما تقول عليه تقول عليهم حتى هما حبق. شوف شنو تيقول هذاك، تيقولوا شي ناس اخرين اللي ما عندهمش لا مستوى لا اخلاق، هما ماديين تيستغلوا الانسان وتيبغوا يستغلوا عقول ضعيفه. وكاليك واش حنا عقول ضعيفه؟ راه ماشي عقول ضعيفه، حنا راه ماشي في اللاج ديال الدراري الصغار، جمعيات هما تيستغلوك، هما شي بعد شي جمعيات، وكاين شي جمعيات اخرين اللي هما تيستغلوك. كنا تنخدم معاهم في السهرات، والله الا تنخدم معاهم شحال مره طلعت تنخدم وطلع لاصين، وفاش بداو دابا تيديروا لاصينات وتيشدوا واحد شويه تيشدوا كذا، الا ما بقاش تيعيطوا لينا حنا وهادو راه تنعرفوا. وكاين بعض لاصينات اللي تيطلعوا اربعه ديال الجروبات، ثلاثه ديال الجروبات ديال تاباي كولد، الجروبات الشلحه تطلع هاد الجروب، هذا تطلع هاد الجروب، تطلع خص يكون تنوع، خص يكون واحد التنوع. راه هذا الملل هذا فهمت، بحال نهار العيد خص يكون جروب يكون واحد، وخص يتفرقوا كلاوة على لاصينات يتفرقوا. كاينين كلاوة يتباكري حتى هما، راه حتى هما راه هما يتباكري، راه معروفين، راه مولد الزمان معروفين يتباكري، راه ما خلاو حتى شي دولة، وحتى هما عندهم الفن ديالهم ما شاء الله، وعندهم حتى كلاوة الفن الموسيقي ديالها، السكر ديالها الاصلي فهمتي. ماشي نهضروا نقول على الناس اللي تنهضر على السكر ديالها اللي كاين فيها، الفنانه ديالها اللي كاين في التشيرا، هما اللي مقصورين من هذا المشكل، هما اللي ضارين من هذا المشكل. وهذا الشيء فيه الوجهيات، هذا الشيء فيه الاستغلال وفيه الوجهيات. دابا كل ولا تنقرض، علاش؟ هذا الشيء جاب لشي وحدين شي منافسين فهمتي، شي وحدين كانوا تيستغلونا حنا في كرنفال في 2005، استغلوني وتيضحكوا عليا. جاو من 2005 2006 2007 2008، ما عمري استفدت انا في شي كرنفال، ما عمري شديت شي جائزه ولا شديت شي حاجه، تيجيو عندي طنطر تيدقوا عليا، سميو بالاسم ديالهم، هما راه غيعرفوا
فشرا طرت مع واحد قلت له ودي شوف هذا راه تستاهل تستاهل نشارك في كارنفال ديالك هذه ورخرش لك 60 على 60 كارنفال ديفيلي ديال الهنود وكارنفال ديال الزيت ديال وماشي تركب عليا الزيت ولا البازوت ولا ركب عليا باش كيرو الخرج راه تنخدم على اللوحه الفنيه ديالي راه تنخدم عليها مده 6 شهور تنخدم على اللوحه الفنيه تندير لوحه فنيه ماشي انا اصلا فنان انا في التردير في التشكيل الحمد لله عندي موهبه في التشكيل اللي تردير في اللوحات الفنيه كالربال فهمتي بين لي بروفيسيون ماشي شي واحد هرهب وادم باش نخرج لك ولكن اخويا فاش تشوف وصلوا دابا داك الشيء اللي بغاو وتسبيروا من التشيره ولاو بغاو فهمتي عطاو بغاو يعطيو في بلاصه اخرى راه التشيره تتبقى ديما التشيره مركز ديال الكرنفال ديال اللوحه الفنيه وما عمرها غتموت لا في بوشلوت ونقول لكم واحد الحاجه تعرفوها راه التشيره ويسكالي معروف في الكرنفال وبوشلوت على بطاقه المغرب كلها شرقا غربا بلا ما يضحك علي بلا نجيكم بلا ما نهضروا على البرتغال في بوشلوت ونهضروا على بعض الدول اللي كانوا جا فيهم هذيك الساعه كانوا فيهم الامازيغي عرفتي اللي كانوا تيديروا هذا الشيء اللي كانوا تيديروا بوشلوت وكذا وتشيرا هي لوحه فنيه لا مثال لها ولا ولا يديرها حتى واخا نقولوا مشى كرنفال لا كادير مزيان يمشي كل فكادير مزيان باش يشوفوا الناس ديال كادير والتوريست وكذا مزيان ولكن تشيرا تتبقى فيها واحد الطاقه ايجابيه علاش فيها شي حاجه اللي تيبدع على الفن ديال الكرنفال كل واحد تيعطي باسكو تشيرا تيبقى ديما تشيرا لا في وشلو ديالها ولا في كرنفال ديالها ولا في الحفل ديالها كانت تقول لاصي تقول لاصي كرنفال تيكون ثلاث ايام من بعد خمس ايام ست ايام تيكون تيفيلي احنا دابا تيفيلي ولا مجبد ها شي عناصر جاو قالوا لك ما عرفت شنو فهمتي المنافسه هما ديما بغاو شي حاجه اللي تقول ديالهم هما تيقلبوا راه فين يجبدوا وفين عمرهم هما عيطوا لينا باش نخدموا معاهم ولا نكونوا معاهم تهضروا